دكتور حيدر العبادي ايضا عملت معه. نعم. اكو تصريح له لفت الانتباه بخصوص موضوع المغيبين، شفت يمكن انت متابع الهجمه اللي صارت عليه من السياده. صحيح. شنو رايك بهذا الملف كملف مغيبين؟ اول شيء انطين رايك بالدكتور حيدر. للامانه هو في حينها راد يحط اسس اسس بناء دوله طيب وبناء مؤسسات طيب حتى البعد الطائفي خف في زمنه. نعم. وكان يختار كفاءات وشخصيات. نعم انا كنت اتمنى في حينها ان يتعاطى اكثر في بعض الجوانب اللي كنا نتفاهم بها، لكن تركيبته الحزبيه عقليته باعتباره بالخارج حزب الدعوه بالخارج يعني راد يمشي امور معينه نجح في اشياء عديده للامانه ويكتب الى يعني ملف